مرحبا أصدقائي المشاهدين، برحب فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة، وأنتوا تلاميذ كتير شاطرين. بعرف كتير منيح أنه أنتوا عم تكونوا مجتهدين وتكتبوا دايما الأشياء المهمة اللي عم نتعلمها، وأكيد عم تفهموها كتير منيح. تأكدوا دايما أنه تكونوا عم تكرروها حتى ما تنسوها، وتكونوا عم تفهموا الدروس اللي رح تجي بالحصص اللاحقة. بدي اياكم كمان تحضروا دفتركم والقلم، وبخط كتير حلو تكتبوا اليوم كمان شو رح نكتب على اللوح. ببداية هيدي الحصة رح اترككم تستمعوا لأغنية حلوة كتير، من بعدها منبلش بدرسنا لليوم. From 5, how much is left? If 2 is subtracted from 5, how much is left? From 2, count till you reach 5. 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. -2 = 3. Taking one number away from another, this is called subtraction. Taking one number away from another, this is called subtraction. نبدأ هلأ بدرسنا لليوم. اليوم رح نعمل تمارين، بدي اياكم انتو تحذروا اذا لازم نستخدم اسلوب الجمع addition او اسلوب الطرح subtraction. addition or subtraction. ما تنسوا انه بالaddition يعني نحن عم نزيد ارقام على بعضها، وبنستخدم هيدي الاشاره بنسميها plus، والمجموع بيكون هو the sum بنسميها sum. بالsubtraction الإشارة مختلفة، هي ماينس لأنه نحن بنكون عم نحذف وعم ناخد عم نشيل، والمجموع بنسميه ديفرنس. جاهزين؟ تعرفوا مزرعة جد الشهيرة يلي فيها كتير حيوانات يلي صرتوا تعرفوها كتير منيح؟ كل مرة جده بيروح بيجيب حيوانات جديدة، بيودع حيوانات، وكل مرة بيتغير عددهم. راح جدي اشترى 4 تشيكس، دجاجات صغار. 1 2 3 4 تشيكس. وبعد فترة رجع راح اشترى 5 دوكس، 5 وزيت. 1 2 3 4 5. تنعرف قديش عنده in all، السؤال هو how many in all. ذكرتوه يعني كلهم مع بعض الحيوانات. تنعرف شو لازم نعمل addition او subtraction هون؟ اكيد addition، لانه جده جاب اول مره 4 chicks، زاد عليهم يعني plus
addition, he added 5 ducks. كرمال هيك لحتى نعرف how many in all المجموع بنجمعهم مع بعض بنحط plus نكتب 4 أول مرة زاد عليهم يعني plus 5 ducks 1 2 3 4 5 equals how many in all كلهم سوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 4 plus 5 equals 9. بهيدا المعادلة رح نعمل فإذا addition plus مش subtraction لأنه جده زاد حيوانات عنده وصاروا أكثر مشان هيك رح نشوف السم هي 9 يعني فينا نقول جده has 9 animals in all. ما تنسوا كلمة in all يعني مجموع كله سوا. In all يعني المجموع كله مع بعض. مثال آخر. كان في عند جدو 10 مايس يعني 10 فيران. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 فيران 10 مايس بس جدو كان عم بيشوف انه هودا الفيران عم يأذوا له الحيوانات التانية وعم يزعجوهم لأنهم كتير صغار بيجوا بيصيروا ياكلوا لهم الأشياء فقرر انه يتخلص منهم بس جدو ما قدر إلا إنه يتخلص من 3 فيران 1 2 3 قديش بعد في عنده فيران جدو؟ How many mice are there in all هلأ عنده من بعد ما تخلص من 3 خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 جدو بعد عنده 7 مايس لازم يروح يفتش عليهم ويحطهم كلهم مع بعض او يتخلص منهم اولكن هون نحن رح نستعمل addition او subtraction اكيد subtraction ليش لانه كان عنده هو رقم وشلنا منهم حذفنا منهم رقم تاني وصار عنا the difference خلينا فإذا نكتبها هون منقول 10 كانوا 10 مايس بالأول شال منهم جده 3 minus 3 equals قديش ضل عنده 7 10 minus 3 equals 7 هون استخدمنا subtraction حطينا الماينس ومنسميه للجواب difference ما منسميه sum متفقين؟ كتير منيح كمان رح أعطيكم مثال جدو رجع جاب 5 أوستريتشز يعني نعامة جاب 5 1 2 3 4 5 بعد فترة رجع جاب 9 ديرز 9 غزلان غزال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سؤال هو how many in all جاب جدو على مزرعته ostriches و deers لازم نجمعهم لأنه هو زاد حيوانات عنده ما نقص الحيوانات مظبوط فإذا هون بنستعمل addition ومنحط plus sign تنعرف السم خلينا نشوف جاب هو أول شيء 5 ostriches 1 2 3 4 5 نكتب 5 plus زاد عليهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deers الجواب هو in all
ما تنسوا in all يعني المجموع كله 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. الجواب هو 14. جدو زيد 14 animals in all على مزرعته. وآخر شي جدو راح وجاب 7 خواريف وحطن عنده 7 sheep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. بس هودي الخواريف لما تركن شوي صغيرة لحالن في 6 ران اواي هربوا 6 هربوا 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 هربوا. قديش بقى عنده؟ قولكن هون بدنا نستخدم addition أو subtraction. أكيد subtraction لأنه نقصه، نقص عدد الخواريف، ناقص يعني minus، صار minus. كان عنده 7 ضاع منهم 6 1 2 3 4 5 6 and the difference قديش ضل عنده 1. هلا صار عنده 1 sheep، بقى عنده 1 sheep left. هلا صرنا نعرف كثير منيح اسلوب الجمع واسلوب الطرح. اكتبوا هالامثله عندكم وخليكم معي منتبهين للفقره اللي جايه. منتابع سوا بفقرة جديدة بحصتنا لليوم. بهيدي الفقرة رح نتعلم فكرة جديدة بأسلوب الجمع منسميهم equals. equal عادة يعني يساوي، equals يعني يمكن رقمين بيساووا بعض. بس كيف حصلنا على هودي الأرقام؟ هلأ منشوف مع بعض. رح أعطيكم بعض الأمثلة من خلال البلوكس اللي عندي يهون هون على الطاولة. مثلاً عندي 5 بلوكس لونهم أزرق، 5 blue blocks 1, 2, 3, 4, 5. رح أكتب 5 على اللوح وكمان حدهم في عندي 2 blocks لونهم red 1, 2 يعني plus 2. 5 blue blocks plus 2 red blocks قدي بيطلع المجموع؟ equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هيدا هو the sum. تاني جهة في عندي 2 blue blocks رح اكتب 2 plus 5 red blocks 1, 2, 3, 4, 5 equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. منلاحظ إنه the sum is the same، نفسها هي. أول شيء 5 plus 2 equals 7 و 2 plus 5 equals 7. شو فينا نعمل؟ فينا بهيدي الطريقة نكتب 5 plus 2 equals بدل ما احط 7 و 7 2 plus 5 لانه بيطلعوا قد بعضهم. مظبوط الجواب هو 7. اذا عملنا هيك الجواب هو 7 واذا عملنا هيك الجواب هو 7. الايكوالز هن يعني المعادلات اللي هي مجموعه بيطلع نفس الشيء بتساوي بعضها. 5 plus 2 equals 2 plus 5.
اتفقنا رح أعطيكم أمثلة تانية. مثلا عندي 1 2 3 4 5 6 7 blue blocks وعندي 3 red blocks 1 2 3 يعني plus 3 equals خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان عندي 2 blue blocks وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 red blocks يعني 2 plus 8 قديش بيعطونا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لاحظت انا انه هون السم هي 10 وهون السم هي 10 قد بعضهم equals يعني هيدي كمان 7 plus 3 equals 2 plus 8 مزبوط لانه اثنيناتهم مجموعهم هو 10 وبهي الطريقه فيني اكتبهم 7 plus 3 equals بدل ما احط 10 فيني احط 2 plus 8 لانه هن رح يعطونا نفس المجموع بنسميهم equals لانه بيتساووا. كمان مثال نغير شوي الالوان عندي انا 1 2 3 green blocks 3 وعندي 3 orange blocks 1 2 3 equals 1 2 3 4 5 6 وعندي بعدين 1 green block وعندي 5 1 2 3 4 5 orange blocks 3 plus 1 block plus 5 equals خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 كمان منلاحظ انه نفس السم 6 and 6 ساعتها فيني اقول كمان هولي هيدي equals هيدي يعني فيني اكتب 3 plus 3 equals 1 plus 5 يلي هو الجواب 6 منسميهم equals دايما لما نعد ونشوف انه نفس الجواب يعني هيدي المعادلة تساوي هيدي المعادلة This equation equals this equation. اتفقنا؟ دايما بنسميهم equals لأنه هن المجموع تبعهم مثل بعضه نفسه، فإذا هن كمان بيكونوا بيساووا بعضهم. مرنوا عليهم كتير منيح، حفظوهم وفهمون منيح، وخليكن منتبهين لنشوف شو في بالفقرة اللي جاية. Ten mice. Two ran away. We still have 8. Eight horses. Three went inside the stable. Five are still outside. We still have 5. أصدقائي لآخر فقرة بحصتنا لليوم. هيدي فقرة الأشغال اليدوية ورح نعمل فكرة صغيرة وحلوة بتذكرنا بالشي اللي تعلمناه اليوم. تعرفوا أفير النحل بي هايف بيكون بهذا الشكل بيجوا وبيعيشوا فيه وبيعملوا العسل. تعرفوا أنه النحل بيعمل العسل. رح علمكن كيف منرسم نحلة أكيد بدنا نقصهم
حتى نحطهم على البيهايف على بيتهم. بنسميها بي نحلة، اسمها بي. حنرسم شكل بيضاوي للجسم تبعها وشكل دائري لراسها، واكيد ما بننسى انه نحط لها العيون والجوانح. نرسم النحلة بهيدا الشكل. أنا رسمتها على كرتونة صفرة يلو كاردبورد، وكمان أنا طويت هيدا الكرتونة لحتى ما يطلع لي نحلة واحدة، بيطلع لي أكثر من نحلة لما قصها. وهلأ رح أطلب، أنا رح قصها بس أنتو رح تطلبوا من حدا كبير، ما هيك؟ حتى ما تأذوا حالكم، لأنه المقص ممكن أنه يأذينا. ورح قص هيدا البي على الخط اللي أنا رسمته مع كل التفاصيل اللي رسمتهم، الجوانح والجسم والرأس وكل شي تاني. ممكن تكون بدها شوي صغيرة وقت لأنه فيها تفاصيل صغيرة، بس معلش منطول بالنا ومنقص على مهنا. وهيك أنا قصيت النحلة، والنحلات اللي ورا لازم نحط لهم كمان الألوان، يعني وجهن. حتى يبينوا إنه هن نحل. وهلأ صار عندي عدة نحلات وفوق على أول الأفير البي هايف في عندي ثلاث نحلات، واحدة قاعدة على هاي الجهة واثنين قاعدين على الجهة الثانية. one two three، يعني one plus two تعطيني three. تحت في نحلة قاعدة من هاي الجهة ونحلتين قاعدين من هيدي الجهة. one two three يعني two plus one equals three. one plus two و two plus one اثنيناتن بيعطونا نفس الجواب يلي هو three. شو منسميهن؟ one plus two equals two plus one، منسميهن equals مثل ما تعلمنا اليوم. انتو فيكن تزيدوا عدد النحل قد ما بدكن وتطبقوا هيدي الفكرة اللي تعلمناها سوا. عملوه علقوه عندكن والعبوا انتو واخواتكن بالأرقام وتذكروها كتير منيح حتى ما تنسوها أبدا. هيك بتكون خلصت هيدي الفقرة وخلصت كمان حصتنا لليوم. بس قبل ما ودعكن رح أترككن مع أغنية حلوة كتير، خلينا نستمع لها ومن بعدها بقلكن إلى اللقاء. Up numbers two or more equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four the sum. Adding three plus three equals six the sum. Adding four plus four equals eight the sum. Adding five plus five equals ten the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12. Adding seven plus seven, the total is 14. Adding eight plus eight and the total is 16. Adding nine plus nine and the total is 18. Adding 10
plus 10, and the total is 20. Adding up numbers, two or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more, in all the total or the sum. Adding up numbers.